رمت الفؤاد مليحة عذراء بسهام لحظ ما لهن دواء. ورنت فقلت غزالة مذعورة قد راعها وسط الفلات ظباء. أنتم مساء يا سادة. هل جئت بالخبر؟ ولدت لك ابنة يا سيدي وقد أسمتها سيدة بعبلة. استبشر خيرا يا ابن قراد، فما أنت من الفقراء حتى تخشع على ابنتك. كما يأمر مولانا الملك. مكانك ليس هنا بل في خيمة أمك. اذهب من هنا، تحرك. هيا. اهلا عنترة، ما وراءك يا عنترة؟ وصاني سيدي مالك بأين وصلت؟ Thank you.
عليك ألا تكثر من الشرود، الشرود يكثر الأحلام والأحلام تكثر الأخطاء. تتكلم كالعجاز الذين يفقدون عقولهم ويظن الناس أنهم ينطقون عن حكمة. أنا؟ نعم أنت. ما أنا إلا عبد، أن لي العقل حتى أفقده، وأن لي الحكمة حتى أنطق بها. شيبوب، علق عباءتك على العصا. ما تفعل بعباءتي؟ تعلم أنني أستطيع أن أعلقها رغما عنك. عنترة، أصب العباءة. ها، هل رأيت ما يستحق أن تنقله لي عن عنترة أو شيبوب؟ وأن لي أن أرى مثل ذلك يا مولاي؟ ألم أمرك بمراقبتهما وتتبع أثرهما؟ بلى يا سيدي، ولكن عملكم كثير وليس لدي متسع من الوقت. ما أمرتك به هو بعض عملك عندي، وها أنت تعصي أمري يا عبد السوء. قد رأيت يا سيدي، رأيت عنترة يتدرب على رماية الرمح جاهلا من عباءة شيبوب هدفا. عباءة شيبوب، ألم يجد خيرا منها لهذا؟ عنترة! شيبوب! لقد شبعت قطعانك وقطعان سيدي مالك وروت عطشها يا مولاي. أين عباءتك؟ عباءتي؟ عباءتك! ما الذي جعلها تبدو على هذه الهيئة؟ اختطفها صقر بينما كنا نرعى قطعانك يا سيدي. من علمك الكذب بهذه الطريقة أيها العبد الأحمق؟ إنها الحقيقة وليس كذبا ما أقول يا سيدي. أهو عنترة؟ وما لي عنترة وعباءتي؟ بلى يا مولاي، أنا من فعل بالعباءة هذا. كيف؟ أبو الرمح؟ وهل آتي بالأثواب والعباءات حتى تمزقها أنت وأخوك؟ بل كيف يحمل رمحا وهو ليس ممن أمرهم الملك بالانضمام للمقاتلين؟ نعم، كيف تفعل هذا يا ابن زبيبة؟ أرجو عفوك سيدي. لا تعد إلى مثلها يا عنترة، لا تعد إلى مثلها. أوعيت ما قلت؟ هيا أمضي وانظر إن كان في الخيل عطش أو جوع. تحرك! وأنت، ما الذي تنتظره؟ تحرك! هذا كل ما تفعله لمعاقبة عبد خالف أمرك وأمر الملك يا شداد؟ إنه لا يعرف أنه قد خالفني يا مالك. ومنذ متى يرأف بالعبيد حين ينشزون؟ كان عليك أن تؤدبه وتؤدب أخاه. الأمر لا يستحق كل هذا الغضب يا مالك. إذا خالف العبد مرة ولم يؤدب كما يجب، عاد إلى المخالفة ثانيا وثالثا. إن فعل أدبته بقسوة. كيف يمزق الرمح عباءه؟
وكيف يخترقها دون أن تنثني؟ يجب أن ينطلق الرمح بقوة كبيرة حتى يخترق العباءة هكذا. ما الذي ترمي إليه؟ لست أرمي إلى شيء، لكن يلوح لي أن الفتى شديد القوة. الذي كان يفعله هذا العبد معه؟ لم يكن معي يا أبتي، بل رأى حمل الأثواب ثقل علي فحملها لي. عندما تذهب ابنتك إلى السوق مرة أخرى، أرسلي معها بعض الوصيفات ليحمل لها ما تشتري. أبا عمرو، ما تريدين؟ لما تقسو على عبلة؟ ما زالت صغيرة، بل كبرت، وصار الشباب والشيب ينظرون إليها بعين الخاطبين. وليكن، ما الضير أن يحمل لها عبد عمها عنترة بعض ما اشترت من السوق؟ إنها ابنتي يا زينب، وأنا من أعيان القبيلة وأثريائها، ولا يجوز أن يحمل متاع ابنتي إلا وصيفة أو خصي. أما عبد مثل عنترة فلا. أنا لست فقيرا حتى تحتاج ابنتي من يحمل لها متاعها، فلدينا من العبيد والجوار ما يكفي. أفهمت الآن يا زينب؟ أنا العبد الذي خبرت عنه، رعيت جمال قومي من فطامي، أروح من الصباح إلى مغيب، وأرقد بين أطناب الخيام، أذل لعبلة من فرط وجدي، وأجعلها من الدنيا اهتمامي. رضيت بحبها طوعا وكرها، فهل أحظى بها قبل الحمام؟ Thank you.
ألا تترك لي أن أسقي وأمضي؟ إني مريضة وليس عندي غير هاتين الشاتين، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. من أراد أن تثكله أمه أو يفجع به سادته فليقترب. لن يطول الأمر بي. ابتعد أيتها الشمطاء، ألم تعقلي ما قلت؟ لا أحد يتقدم على الأمير شأس إلا الملك زهير نفسه. ما أنت إلا عبد حقير. وتسبين عبدا للأمير شأس؟ ألا تعلمين أني أكبر عبيده وأقربهم إليه؟ لن يسكت على الذي فعلت، لن يسكت. كان عليه أن يعلمك كيف تصنع مع الحرائر يا ابن الذئاب. أين أنتم يا رجال عبس؟ أين أنتم يا رجال عبس؟ أما من أحد يحميني من جور هذا العبد؟ أنت ما ذيت أيتها العجوز الشمطاء؟ صفعه فقتله. قد تطاول وتمادى، سيدفع وسيده الثمن. سيد الأمير مالك، اعذرني، فقد دفعني عبد أخيكم إلى ما فعلت دفعا. أقسم، أقسم أنني لم أقصد قتله. قد رأيت ما كان يا عنترة، عبد شداد بن قراد. قد رأيت ما كان يا عنترة، لا يتوجب عليك أن تخشى أحدا. لا أدري يا عنترة، ولكنني أخشى عليك غضبة الأمير شأس. قد قلت إنه لا يتوجب عليه أن يخشى أحدا. أنت في حماية يا عنترة، حتى من غضب أخي شأس. صار العبيد يمشون في ركابك يا مالك. ألا تلقي التحية أولا يا شأس؟ أيكما عنتر عبد شداد؟ كيف تجرؤ على قتل كبير عبيدي؟ ألم يعلمك سيدك؟ على رسلك يا شأس، لم يفعل عنترة شيئا. ألم يقتل داجي كبير عبيدي؟ لم يقصد قتله يا شأس. قاتلني من أجل هذا؟ لست أقاتلك يا شأس، بل أسألك الحلم. لقد قتل كبير عبيدي يا مالك، قتل كبير عبيدي، وما هو إلا عبد الوضيع وأنت تسألني الحلم؟ قد عدوت كل حد يا عبد شداد، عدوت كل حد. أيعدو حده إذا أنقذ نفسه من الموت بسيفك يا شأس؟ شأس، أتقتتلان فيما بينكما؟ لا لا يا أبتي، لا نقتتل، وإنما نحن في تسلية. تسلية؟ أتكذب على أبيك؟ هل لي أن أبين لك ما جرى يا مولاي؟ أية شجاعة،
لم أظن أن عبدا يستطيع فعل ما فعل عنترة. تعنين أن يقتل يا عبلة؟ بل أن يجير امرأة ملهوفة ويغيثها يا زوج عمي، وكأنه حر من أعتى أحرار العرب. لكنه قتل داجي كبير عبيد الأمير شأس، وأنت تعلمين كما أعلم نزق الأمير شأس وحرصه على ما يملك، لا أظنه ينجو بسهولة. عبلة، أتخشين عليه؟ ويحك يا عبلة، إنه مجرد عبد. أعلم، لا تقلقي يا عمي، كل ما في الأمر أني أعجب لقوته ومرؤة الأحرار فيه. اذهبا إلى خبائكما إلى أن يحين وقت العمل. شيبوب. مرحبا عما. أهلا بعبلة، هل كنت في زيارة لسمية؟ أجل. ابقي بعد، بإمكاني ترككما في خلوة. أعود في وقت آخر. ألم تنادني يا سيدي؟ بلى. هل قلت الحق؟ فيما يا سيدي؟ هل لطم عنتر العبد فقتل؟ أم أنه قتله عن عمد؟ أقسم أن ما قلت هو ما جرى يا سيدي. لن أعاقبه ولن أفشي السر، فأطلعني على حقيقة الأمر. لما لا تصدقني يا مولاي؟ وحق زبيب ذاك ما جرى. أمضي إلى شأنك ولا تحدث أحدا فيما سألتك. سيبوب، هذا أراد منك. لا شيء. ولكن عبدي قد قتل يا أبتي ولم يمت. عبدك أساء إساءة كبيرة لم يسبقه إليها أحد من قبل، لا عبد ولا حر، لذلك استحق العقاب. ولست أنوي أن أمر شدادا بدفع ديته إلا لأن من عاقبه كان عبدا وليس حرا من أحرار القبيلة. ولكن لا أريد المزيد يا شأس. يدفع شداد لشأس ما يعوضه عن خسارته في داجي وينقضي الأمر. أتأذن لي يا أبتي أن أدفع ديته من مالي؟ لقد أجرت عنترة وحميته، لذا يتوجب علي افتداءه أكثر مما يتوجب على سيده شداد. كما تشاء، تدفع لي أخيك 200 درهم فارسي من الفضة وعشر نوق من إبلك. هذه دية داجي؟ إنه عبد كباقي العبيد، وعندك منهم الكثير، فلا تبالغ في تقديره يا شأس. كما تأمر يا مولاي. والآن اتركاني مع مالك. عنترة عبد كما كان داجي يا مالك، فلا تبالغ أنت أيضا في تقديره. ألا تأكل يا بني؟
فيما بعد يا أمي، فيما بعد. عنترة، إذا تأخرت أكثر عن الطعام أجهز شيبوب على كل شيء. لا تخشي شيئا، أستطيع أن أدبر لنفسي طعاما. عنترة، ما بك يا بني؟ ما فعلته اليوم كان فعل بطل حر. لكني قتلت عبدا مثلي يا أمه، على أن الشر لم يكن فيه بل في سيده. ما الذي تقوله يا عنترة؟ إياك أن تعيد مثل هذا القول، فسيده هو شأس أمير عبس والملك بعد أبيه. لولا أنه يريد إرضاء سيده لما فعل ما فعله اليوم. عنترة، مهما يكن ما دفعه لإيذاء عجوز مريضة مسكينة فقد استحق ما حدث له. لكن احذر يا بني، لا تظهر قوتك وشجاعتك في غير مكانها، فقد تجر علينا وعليك وبالا لا قبل لنا به. بل استخدم ما لديك من رجولة في سعيك أن تكون حرا، فنكون أحرارا معك يا بني. ما يضحكك؟ لا شيء، لا شيء. هل عقلت قولي يا بني؟ ارفعوا الطعام. صبي لضيفنا سيدك الوزير. عرجي علي في الليل. هنئت بها يا سيدي. أتحسدني عليها أيها الربيع؟ وعندك الكثيرات. أشاء أن أحسدك، ولكن يسعدني أن أراك سعيدا، على أني لم أعلم أن في الروميات كل هذه الفتنة والجمال. هل تسمح لي في أمر يا سيدي؟ قل. أعذرني إذ أتدخل في هذا الأمر، ولكني أراك بعيدا عن مولاي الملك زهير. ما تعني أيها الربيع؟ أتؤمنني يا سيدي؟ أؤمنك، أؤمنك. أرى أنه يتوجب عليك يا سيدي أن تتجنب كل ما تستشعر أنه يغضب مولاي الملك. قد علمت يا سيدي أنه كان يريد أن يمر ما جرى بين عبد شداد وعبدكم القتيل بسلام، لذا كان عليك أن تتجنب المعاندة وأن تنصاع لأمر جلالة الملك. صدقت، صدقت. ما بالك؟ لا 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 شيء، لم أكن أظن أن ما قلته يجد في نفسك موقعا بهذه السرعة يا سيدي. أتظنني أحمق؟ حاشا، ما الذي يدفعك لقول ذلك؟ لا عليك، لا عليك. هل تأذن لي يا سيدي؟
أيها الربيع. حمدا للآلهة على سلامتك. لا شيء يا سيدي، لا شيء. إلى أين؟ إلى مرابط الخيل يا سيدي، فقد حان وقت سقائها. لا أرى معك ماء. قد نسيت خواب الماء، اعذرني يا سيدي. لما تخصنا بزادك دون أهل قبيلتك وبيتك يا عروة؟ وهل فيهم الوفاء الذي يحمله الشنفرة؟ الشنفرة فقط. وهل تراني أطعم الشنفرة وحده؟ لطالما كان السليك خير صاحب لي. اقترب أوان عودتي إلى المضارب، ألا تبقى قليلا؟ أخبراني، ألم تحسداني على أن لي ديارا وأهلا أعود إليهم؟ نحسدك؟ أنا أشفق عليك. وهل تظن المقام يطول به في عبس؟ لما تقولان هذا؟ أتظنان أني أكره قومي؟ ليس هذا يا عروة، لكنك تكره المقام في أرض واحدة طويلا، وقومك بنو عبس عقدوا العزم على البقاء في تلك الأرض. لعلك مصيب. بل هو مصيب، وإلا فما يدفعك إلى ترك قومك أياما طوالة تقضيها في البراري؟ لا تجرني إلى ذلك أيها السليك، تعلم أني أخرج للصيد لا للهروب. يا رجل اخدع غيري بهذا الكلام. على أي حال بات علي الذهاب. عروة لا تطل غيابك عنا، فليحرص أحدكما على الآخر. لا تخشى شيئا، كلانا أحرص من الحرص نفسه. امضي الآن في رعاية السماء. أتظنه يأتي حقا إلينا ذات يوم؟ لست أدري يقينا، لكني أتمنى أن يفعل عما قريب. أهلاً، أهلاً بأخي عمارة. أيها الربيع، أهلاً بك يا أخي، علما تأخرت في المجيء إلي. اعذرني يا أخي، أنهكتني الرحلة فنمت طويلاً طلباً للراحة. اجلس اجلس. لا عليك لا عليك. عسى أن تكون وجدت مطلبك ومطلبي. أظنني فعلت، ولكننا بحاجة إلى الكثير من المال. كم تعني؟ قد يبلغ ما نحتاج لتسيير هذه التجارة 5000 دينار رومي ذهبي. 5000 دينار؟ وماذا نشتري ب5000 دينار؟ كل شيء، الأثواب والأشربة والحبوب ولكن هذا كثير يا عمارة، كثير جدا. أيها الربيع، قد صار لي في التجارة باع طويل، وأني أضمن أن يعود هذا عليك بالنفع العظيم. أنت أخي ولن أغشك. أيها الربيع، لقد أثرى بنو أمية في مكة ثراء عظيما من تجارتهم لا من غيرها، وأقل ما يمكن أن نجنيه من هذه التجارة هو دينار لكل دينار ننفقه. تعني أنني إذا أنفقت 5000 دينار أستعيدها 10؟ كل ما عليك فعله الآن يا أخي هو أن تجر الملك زهير إلى أن يأذن لنا في إخراج قافلتنا إلى مكة هذا العام. اطمئن، سأفعل سأفعل.
اليوم. لا تغالي في أحلامك. ليست لدي أحلام أغالي بها. وعروة؟ كنت أنظر إلى ما معه من طرائد. كما تشاء. على أي حال علينا أن لا نترك القطيع يضل. ألم تتق نفسك للنساء؟ ألا تفكر إلا بهذا؟ إذا طعم المرء ونام ملء جفونه، فما الذي يبقى ليفكر فيه؟ يبقى الكثير يا ثابت، يبقى الكثير. هل ستعود إلى أنك تريد انتزاع الثأر من بين قبائل العرب؟ ما زلنا هنا منذ سنين طويلة ولم نفعل مما تنوي شيئا. كل ما نفعله الطعام والنوم، ولا ينقصنا إلا النساء. وتعود إلى هذا؟ انظر حولك يا ابن عامر، لقد صرنا أشبه بقبيلة جديدة بين قبائل العرب. ما نلبث أن ننصب خياما لنا ونقيم هنا. أتظن هذا يفوتني يا ثابت؟ ولكننا الآن أضعف من أن ننزع من نفوس العرب ما اعتادوا عليه لزمن طويل. لا أخفيك أنني لم أهتدي إلى أول الطريق بعد. كلما وقعت على حل أقلبه على كل جهة فأجده لا يصلح، لكن لابد لنا من إيجاد مخرج ذات يوم، لابد.